السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير. النهاردة الفيديو جديد وفي فكرة ومفيد جدا. هقول لكم على فكرة حلوة جدا للي عندها السراير الملايات بتاعتها قصيرة، او ان هي بتتزحلق من على السرير وهي عايزة تثبتها. في حاجات بتتباع بتبقى مثبتات للملاية، لو ما انتش عايزة تشتريها او ما عندكش مقدرة ان انت تشتريها او مش لاقياها، هقولك على فكرة حلوة قوي تعمليها هتخلي الملاية تثبت مهما الأطفال اتنططوا عليها مش هتتحرك. فتعالوا مع بعض نشوف احنا الفكرة بتاعتنا ايه النهاردة. فأول حاجة اعملي لايك واشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتعالوا بنا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده الملاية دي انا لسه فرشاها دلوقتي، فطبعا لسه ما ثبتهاش كلها عشان اوريكم الفكرة بتاعتنا. دلوقتي الملاية طبعا في طرفين هنا كده عند المخدة وفي طرفين هنا كده. اول حاجة هبدأها الطرف اللي هنا من عند السرير من ورا اهو، شايفين دي الديل ده. دلوقتي معاكي دلوقتي الفكرة بتاعتنا من غير اي حاجة هنشتريها من برا. دلوقتي انت اكيد عندك اساتك من دي، او لو اطفالك عندهم اساتك زي دي، ده استك قديم ما بستخدموش. في استك زي ده هتجيبيه هتربطي بيه الحتة دي، يعني هنعمل بيه الطرف من هنا من عند السرير من ورا كده على حسب مقاس الملاية بتاعتك. يعني دي الملاية، يعني اربطي من كده بحيث ان هي تمسك من هنا، تمام؟ يعني ضيقيها بحيث انها تمسك الحتة دي. فانا هربطها كده بالاستك وارجع لكم. اهي يا بنات انا عملت فيها دلوقتي كده الاستك، بحيث ان دي اللي هيبقى فيها بوز الملاية من هنا، بوز القصد المرتبة من هنا. فدلوقتي هرفع دي كده لفوق، تمام اهو، وهنزل الحتة دي لتحت. واي طرف من هنا هتدخليه في تحت السرير كده زي ما انت شايفة، تمام. هو السرير ده عامة مش حلو عليه الملايات انها تدخل تحت السرير من هنا، فانا بوريكم بس الفكرة بالنسبة للسراير اللي بتليق عليها الملايات اللي هي بتدخل تحت المرتبة، تمام. انما عامة السرير بتاعنا ده مش هتليق عليه خالص، بس هي فكرة ممكن تجربوها في سراير تانية او ملايات تانية. فدلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو انا بشد من فوق اهو، فثابتة الى حد ما وحلوة. دلوقتي بقى انا هدخل الملاية كده زي ما قلت لكم من هنا، الطرف ده كله هدخل فيه الملاية تحت المرتبة، وبعدين هوريكم بقى هنكمل بقية فكرتنا ازاي. دلوقتي احنا لسه عند طرف السرير من ورا. دلوقتي عملنا طرف من السرير من ورا، لسه الطرف ده اللي هو جنب الحيطة هنعمله زي التاني بالظبط. بس لو ما عندكيش اساتك اللي قلت لك عليها، هتشتري متر استك اللي هو العادي بتاع اللبس. هتشتري المتر تقريبا باتنين جنيه، بجنيه ونص مش فاكرة بالظبط، يعني حاجة بسيطة جدا، بس هتمسك لك الملاية وبدل ما كل شوية تقعدي تشد فيها فهتبقى ثابتة مهما عيالك اتنططوا عليها. فدلوقتي انا هربط برضو الطرف من هنا زي ما عملناه في الطرف التاني بالاستك ده، عشان اوريكم مرة هنعمله باستك ومرة ان احنا هنعمله بتوكة. المتوفر عندك اعمليه. اهو يا بنات انا ربطته دلوقتي اهو بالاستيك زي ما انتم شايفين على قد المرتبة. دلوقتي بقى هنزلها كده تحتها، تمام. واي حاجة هنا كده هدخلها عادي زي ما احنا بنعمل المرتبة عادي، عشان اوريكم بس الشكل النهائي كده في الاخر، وهشدها معاكم هتلاقوها ثابتة باذن الله، تمام. هخلص كده بس الشكل من هنا لحد ما اوصل للمخدة كده فوق، واوريكم الجزء التاني هنعمله ازاي بقى. كده يا بنات انا خلصت السرير من تحت والجنوب. دلوقتي بقى جينا هنا عند وش السرير، طبعا في طرفين لسه، الطرف ده والطرف ده، تمام. يا اما حابه تعمليه باستك زي ما قلت لك اللي هو بتاع الشعر، تمام. يا اما حابه ان انت تعمليه بالاستك التاني برده، تمام. بس الفكره بقى دلوقتي اللي انا هقول لك عليها دي بالنسبه للملايات اللي بتبقى مثلا قصيره من هنا، يعني الجزء ده باين، فمش هينفع فيها للاستك الطريقتين اللي احنا قلناهم، بس هينفع فيها الطريقة دي، تمام. الطريقة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هربط الطرف ده في طرف الملاية من هنا، تمام. هربط كده الاتنين في بعض اهو يا بنات انا ربطت الطرف ده هنا، طبعا لو عندك استك اللي هو اللي بتمط احسن، وربطت الطرف ده برضو هنا
تمام. ليه انا عملتها بالشكل ده وما عملتهاش زي الاتنين التانيين؟ لان انت لو جاتي تربطي دي من هنا كده هتاخدي جزء كبير، فالملاية هتقصر معاكي جامد ومش هتكمل ان هي الجزء ده يدخل فيها. فهي بالطريقة دي هتثبت في نفس الوقت حتى لو الجزء ده باين، تمام. والملاية هتتحط هنا هتدير الجزء ده، تمام. فانا دلوقتي الجزء ده هشيل المرتبة من الحتة دي وهنزله تحت المرتبة. اهو يا بنات ده اللي قصدته. على فكرة الملاية طويلة بس انا حبيت اقصرها لكم عشان تفهموا قصدي ايه، لان لو كنت تنتها من هنا بالاستك زي ما عملنا في الجهة التانية ما كانتش هنيه هتدخل فيها المرتبة، بس بالاستك اللي احنا عملناه دلوقتي برضو ثبتناها اهو. شوفوا اهو، شدي فيها براحتك بقى، مش هتزحزح من على السرير برضو. ونفس الحكاية اهو ثابتة في الجهة التانية اهو، تمام. يبقى هي ثابتة من هنا، وطبعا المخدة هتدير الجزء الباين ده، تمام. وده الجزء اللي هنا زي ما قلت لكم اهو، شدي بقى كده براحتك ولا يهم. وهنا برضو الملاية ما بتتحركش من على السرير. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون افادكم باي حاجة او طلعت منه باي معلومة. وما تنسناش بقى في باللايك والاشتراك في القناة عشان تفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد. ويستنونا في فيديو جديد وصفة احلى واحلى مع ريمو بينكي. مع السلامة.